إذاعة سلطنة عمان. الحياة حلوة وتزداد حلاوتها بالعقل السليم والجسم السليم، كيف لا؟ ودايما ما نسمع بأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. إذن لنعش دقائق مع صحة الصائم. صحة الصائم، صحة الصائم. إعداد الدكتور عبد العزيز الفارسي، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. مرحبا بكم أيها المستمعون في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الصائم. صحة الصائم. نستعرض في هذه الحلقة بعض أمراض الكلى الشائعة وتأثير ذلك على الصوم. تقوم الكليتان بوظائف عديدة، منها تنقية الدم من الفضلات ومراقبة توازن الماء والشوارد في الدم والحفاظ على توازن قلوي حامضي ثابت في الجسم. وإذا كانت الكليتان سليمتان فالصوم لهما راحة وعافية. أما عندما تصبح الكلى مريضة فلن تستطيع القيام بالكفاءة المطلوبة لتركيز البول والتخلص من المواد السامة، ومن هنا يصبح الصيام عبئا على المريض المصاب بالفشل الكلوي، وخصوصا في المناطق الحارة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة اليوريا والكرياتينين في الدم. وينبغي على أي مريض مصاب بمرض كلوي استشارة طبيبه قبل البدء بالصيام. قد يحتاج المصاب بمرض كلوي حاد دخول المستشفى وتلقي العلاج هناك، وفي هذه الحالة ينبغي عدم الصوم. ومن هذه الحالات أيضا التهابات أجزاء الكلية المختلفة كالتهاب الكلية الحاد والتهاب المثانات الحاد. إذا لم يكن لدى المرء حصيات كلوية من قبل فلا داعي للقلق في شهر رمضان. أما الذين لديهم حصيات كلوية أو تكرر حدوث حصيات في الكلى لهم فقد تزداد حالتهم سوءا بالجفاف إذا لم يشرب المريض السوائل بكميات كافية. ويستحسن التأكد من الطبيب المعالج من القدرة على الصوم. وعموما ينصح مرضى الحصيات الكلوية بتناول كميات وافرة من السوائل في المساء وعند السحور، مع تجنب التعرض للحر والمجهود المضني أثناء النهار. وفي بعض الأحيان قد يؤدي التهاب الكلية المزمن بعد فترة من الزمن إلى حدوث الفشل الكلوي، ولهذا يستحسن عدم الصوم، فقد يزيد ذلك من احتمال حدوث الفشل الكلوي ويعود تقرير ذلك إلى الطبيب المعالج. وفي التهاب الكلى المزمن قد يحدث نقص في وظائف الكلى، وفيه يصاب المريض بانتفاخ في الساقين وبنقص في بروتين الدم وظهور كميات كبيرة من البروتين في البول. وينصح هؤلاء المرضى بعدم الصوم، وخاصة إذا كان المريض مصحوبا بالخلل في وظائف الكليتين وارتفاع ضغط الدم أو الفشل الكلوي. الغسيل الكلوي هو عملية تنقية الجسم من الفضلات المتراكمة بسبب عدم قيام الكلية بوظائفها. والوجهان الشائعان للغسيل الكلوي هما تمرير دم الإنسان عبر جهاز خارجي وتصفيته ثم إعادته للجسم بمعدل 3 مرات أسبوعيا في الغالب، أو سكب محاليل دقيقة التركيز في الغشاء المحيط بالبطن بشكل يومي وإعادة استخراجها بعد فترة معينة. إذا كان المريض يتلقى الغسيل الكلوي فربما يستطيع الصوم من الناحية النظرية في اليوم الذي لا يجري فيه غسيل الكلى ويفطر في يوم الغسيل الكلوي، ولكن هذا القرار يعتمد في النهاية على الحالة الصحية للمريض وعلى وجود أي عوامل صحية أخرى تؤثر على حالته العامة وعلى مستوى الأملاح في الجسم، وهذه تحتاج بالطبع لتعاون المريض مع الطبيب المعالج الأكثر معرفة بكل هذه العوامل قبل تقرير القدرة على الصوم من عدمه. شكرا على استماعكم، ونلتقي في الغد بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الصائم. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله. عشنا وإياكم مع صحة الصائم. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز الفارسي ومريم بنت عيسى البلوشية.